ثيوريم 3.2.1 نظرية تتكلم عن توزيع الباينوميال وكيف نحسب الاحتمالات المتعلقة بتوزيع الباينوميال. فبقول consider a series of n independent trials، افرض انه في عندنا سلسلة من المحاولات المستقلة وعددها n، سلسلة من n من المحاولات المستقلة each resulting in one of two possible outcomes، احنا بنسميها success or failure حسب طبيعة السؤال اللي احنا بنشتغل فيه او التجربة اللي نتكلم عنها. بعدين بقول let p بساوي احتمال success occurs at any given trial. طبعا من ضمن شروط تجربة الباينوميال انه يكون احتمال success ثابت في كل واحدة من هذه المحاولات. And assume that p remains constant from trial to trial. Then احتمال k successes يساوي n choose k في p to the k في 1 ناقص p to the n minus k، k بتاخد الأعداد 0 1 لحتى n. هذه النظرية بسيطة جدا ومهمة جدا، تستخدم على نطاق واسع في الاحتمالات وفي الإحصاء. نأخذ مثال على استخدام نظرية الباينوميال. فبقول in communications of various kinds a sent message may not be received correctly، يعني في عملية الاتصالات عشان بيستخدموا البيتس والبايتس والديجيتس، هذه ممكن تصل بشكل خاطئ because the communications channel is noisy، بسبب تشويش في قناة البث. وهذا طبعا طبيعي جدا لأنه الأجواء كلها موجودة فيها إشارات، اتصالات الجوال والنت والشغلات اللاسلكية، ففي إشارات كتير، فممكن يصير تشويش معين فبيبعتوا مثلا رسالة فبتتغير هذه الرسالة بسبب هذا التشويش. فهم طبعا من ضمن عمل حسابهم أن الرسائل توصل بشكل صحيح، فالمطلوب عمل حسابات معينة حتى تصل هذه الرسائل بالشكل الصحيح. فعلم الاحتمالات هو الذي يساعد الإنسان في ذلك. فبقول one method of coping with this problem is to send the bit 5 times. البت هو كما تشاهدون في هذه الصورة هو خانة إما بتحتوي على 0 أو 1، وكل 8 خانات أو 8 بت تسمى بايت، والكلمات ممكن يكون فيها 8 بت أو 16 بت إلى آخره. المقصود فقط هنا أن نفهم معنى بت هو ديجيت إما 0 أو 1. فبقول a bit transmitted might be changed with the probability p، يعني إذا أرسلنا 1 ممكن يتحول إلى 0 باحتمال p، وإذا أرسلنا 0 ممكن يتحول إلى 1 باحتمال p. One method of coping with this problem is to send the bit 5 times، يعني بيرسلوا البت هذا 5 مرات، بيكرروا عملية الإرسال 5 مرات، فبتوصل عند الاستقبال يختاروا الأغلبية البتس اللي وصلتهم. مثلا إذا كان الأغلبية 1 فبياخدوا 1، طبعا الأغلبية بالنسبة للخمسة يعني 3 أو 4 أو 5، فإذا وصل 1 3 مرات أو 4 مرات أو 5 مرات بياخدوا 1 وهكذا. Then use the majority، يأخذ الأغلبية of these 5 received bits as the intended message. Under this scheme، إذا هذا scheme يعني نظام معين، what's the probability that the message is received correctly؟ فما احتمال أن تصل الرسالة بشكل صحيح؟ الحل بسيط، فنقول الفايف بيتس هذه اللي بيتم إرسالها لكل بيت يعني بيرسلوه 5 مرات، فهذه محاولات برنولي بيسموها. أي محاولة أو تجربة يكون لها نتيجتان فقط تسمى محاولة برنولي، زي مثلا نرمي الكوين فالنتيجة هي هيد أو تيل، فبالتالي إلقاء الكوين هذا برنولي. إذا كررناه إن من المرات فنسميه باينوميال. فبقول the 5 bit received from a sequence of 5 Bernoulli trials with the probability p that the bit is changed. لاحظوا احتمال انه changed يساوي p، فاحتمال انه يصل كما هو يساوي المكملة وهو 1 ناقص p. Then the message is received correctly if the number of changed bits is 0, 1, و2. فهنا بنعتبر انه يتغير البت هو success. فطبعا الرسالة تصل بشكل صحيح
إذا كان عدد التغيرات أو عدد السكسس هو 0 أو 1 2. يعني في الحالة هذه بيكون الأغلبية اللي وصلت هي 3 أو 4 أو 5، لأننا هنا نتحدث عن bits changed، إما 0 أو 1 2، الباقي لم يتغير، يعني وصل بشكل صحيح في عددها الباقي اللي هو 3 أو 4 أو 5. فبالتالي هذا السكسس هو في الحالة هذه إنه يصير عملية تغيير في البت المرسل، وتصل الرسالة بشكل صحيح إذا كان عدد التشينجز 0 أو 1 أو 2، اللي هو يعني عدد البتس اللي تغيرت، فهي بتكون إيش الماينوريتي، يعني الأقلية. أما الأغلبية فوصلت بالشكل الصحيح، فتصل الرسالة بشكل صحيح. فبقول the probability of this is، إيش احتمال إنه من ال n من المحاولات البرنولي عندي n محاولة واحتمال السكسس p، فبدنا الاحتمال إنه يكون عدد السكسس 0 أو 1 أو 2. فبنجمع احتمال إنه عدد السكسس يساوي 0 زائد عدد السكسس يساوي 1 زائد عدد السكسس يساوي 2، وهي عندنا عدد المحاولات واحتمال السكسس، فهذا كل ما نحتاج إليه. فطبعا بالنسبة للاحتمال الصفر، فكل هذه بنقول n اللي هو 5 choose 0 p أس 0 في 1 ناقص p أس 5 ناقص 0، هذا احتمال الصفر. احتمال 1 5 choose 1 p to the 1 في 1 ناقص p to the 5 minus 1 اللي هي 4. أما 2 فبيكون 5 choose 2 p تربيع 1 ناقص p تكعيب. فلاحظوا دائما المجموع، هذا زائد هذا بيساوي 5، هذا اللي هو 4 زائد 1 يساوي 5، و5 زائد 0 يساوي 5، وهكذا. فهذا طبعا القانون هذا هو ممكن نعمله بهذا الشكل، يعني نستخدم الرموز بهذا الشكل. بنقول مجموع k equal 0 to 2 5 choose k في p to the k في 1 ناقص p to the n minus k، أو 5 ناقص k بهذا الشكل. وهنا بيعطينا بعض ملخص جدول لو البي، عشان احنا مش عارفين قيمة بي فلا نستطيع حساب القيمة العددية لهذا إلا إذا أعطانا قيم بي. فمعطينا هنا قيم بي 1 من 100، يعني احتمال إنه يوصل البت بشكل خاطئ بيساوي 1 من 100، واحتمال وصوله بشكل صحيح بيساوي 99 من 100. فبالتالي الاحتمال هنا بعد ما نعوض في البي بتساوي 1 من 100، نحصل على احتمال قريب جدا من 1. وإذا كان بي بتساوي 5 من 100 فالاحتمال يكون أقل، يعني أقل من السابق، أقل بشوية، وهكذا. فهذا الجدول بيعطينا الاحتمالات هذه لكل قيمة من قيم بي: 1 من 100، 5 من 100، 10 من 100، 15 من 100. وبالتالي فالعلم الاتصالات أو الـ Information Technology والـ Communication Technology بيعتمد بشكل كبير على الاحتمالات. عشان هيك مساق الاحتمالات إلزامي على طلاب تكنولوجيا المعلومات وطلاب الحاسوب.